لعلكم استمعتم أيضا لقضية عياش. نعم. هذه القضية اللي اليوم دفن ومشى وراه عشرات الآلاف من الناس. إيش قضية هذا شاب جزائري سقط في بئر 9 أيام هو جوال تسعة أيام بعد ما مات سقط في بئر وتهاونت السلطات على إخراجه من البئر بالرغم أن أسرته بدأت تصرخ من الأيام الأولى تعالوا انقذوا ابننا عمره أعتقد 31 سنة أو 26 سنة لا حول ولا قوة أدى الخدمة العسكرية في نفس اللحظة جاءوا الناس لكن عندما لم تتركهم الدولة أن يقوموا هم بالإنقاذ وعجزت هي على إنقاذهم منعوا الناس ينقذوه لأنهم قالوا لازم ينقذوه المطافئ اللي هما حالة طوارئ لكن المطافئ لديها ليس لديها إمكانيات بينما آخر شركة بترولية في الجزائر لديها أدوات للحفر تحفر آلاف المترات تحت الأرض لاستخراج النفط كان المفروض يجيبوا شركة من الشركات الموجودة وطلعوا في ساعتين أو ثلاث ظل هناك حتى اليوم الرابع بعدما امتلأت قال المواقع التواصل الاجتماعي صراخا حوله زارهم الوالي ورئيس البلدية وسمع الوالي المحافظ يعني سمع كلام قاسي من أسرة الشاب هذا وكان لساته في البير كان مازال في البير وكان مازال حي وعجز وتابع الجزائريين على المباشر بس ما عرفش التفاصيل هاي تابع الجزائريين على المباشر أحدثت كل جزائري يشعر أنه هو كان في الحفرة وأننا جميعا في الحفرة الآن خاصة مع ارتفاع الأسعار مع هروب الشباب وهروب الأسر مع القلق الداخلي مع صراع الحكم والأجنحة المتصارعة فالناس كلها شعرت أنها كلها في حفرة وكل جزائري بكل ما لديه من آلام وبكل ما لديه من مصائب شعر أنه عياش ولذلك الآن قيلت أشعار وقيلت كتابات مع أن الجزائريين ليسوا من طبيعتهم كتابة الأشعار لكن قيلت أشعار فيه شيء يعني مؤلم بشكل حقيقي في النهاية وصلت الناس إلى القناعة أننا أمام دولة فاشلة لا تستطيع إخراج شاب بعد 6 أيام من البئر.